بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نتعرف اليوم على درس الاحتمال المشروط، أني أجد احتمال وقوع حادثة إذا علم أن حادثة أخرى قد وقعت. أستعمل الجداول التوافقية لإيجاد احتمالات مشروطة. عندي يسمى احتمال وقوع الحادثة B بشرط وقوع الحادثة A احتمالا مشروطا. قبل ما أبدأ في درسي، أنا عندي أو تعرفت سابقا على الحوادث المركبة. الحوادث المركبة تعرفت على نوعين: حوادث مستقلة وحوادث غير مستقلة. الحوادث المستقلة احتمال ألف وباء راح يساوي احتمال وقوع ألف ضرب احتمال وقوع باء، لكن الحوادث الغير مستقلة احتمال ألف وباء هو عبارة عن احتمال ألف في احتمال باء في احتمال ألف بعد، أو نقدر نقول باء بعد ألف. أيضا تعرف أن الاحتمال دائما هو عبارة عن الحالة الخاصة على الحالة العامة، الحالة الخاصة على الحالة العامة. نجي الآن لدرسنا. الاحتمال المشروط يسمى احتمال وقوع الحادثة B بشرط وقوع الحادثة A احتمالا مشروطا، ويرمز له بالرمز B احتمال A، أو نقول ويقرأ احتمال وقوع الحادثة B بشرط وقوع الحادثة A. إذن الشرط دائما يأتي في الثاني، دائما يأتي بالثاني. إذن B أو احتمال وقوع B بشرط وقوع A. إذا كان A و B حادثتان غير مستقلتين، فإن احتمال المشروط لوقوع الحادثة B إذا علم أن الحادثة A قد وقعت يعرف على النحو الثاني: احتمال وقوع B بشرط وقوع A عبارة عن يا يعطيني ويا يعطيني تقاطع، خلاص كلها نفس الشيء. ودائما الوا مع التقاطع الرابط بينهم عملية ضرب، لكن الأو مربوطة بالاتحاد وبينهم دائما عملية جمع، هذه راح نحتاجها أيضا في الحصة في الدرس القادم. عندي راح نستخدم هذا القانون. راح نبدأ في المثال الأول. ألقت عبير مكعب أرقام مرة واحدة، ما احتمال ظهور العدد ثلاثة؟ احتمال ظهور العدد ثلاثة هي وهو بي، وعلما بأن هذه علما معناها الشرط أن العدد الظاهر هو A، نرمز له بA. إذن ألقت عبير مكعب أرقام، الأرقام من 1 2 3 4 5 6. أول شيء يقول لك ألقت عبير مكعب أرقام مرة واحدة، ما احتمال ظهور ثلاثة علما بأن العدد الظاهر هو احتمال ظهور العدد الفردي الشرط اللي هو البي اي ثلاثة على العدد الكلي، وتقاطعهم اللي هو تقاطعهم هو عبارة عن الثلاثة عبارة عن 1/6. نعوض ونوجد على طول الاحتمال. راح نحل تحقق من فهمك. يحوي كيس على 52 بطاقة مقسمة إلى 4 مجموعات. أنا عندي الآن 52 بطاقة مقسمة إلى 4 مجموعات. عندي الأحمر، عندي الأخضر، عندي الأزرق، وعندي الأصفر.
أول شيء الأحمر أكمل الآن السؤال. رقمت بطاقات كل لون بالعدد من 1 إلى 13، إذا سحبت نوال بطاقة فما احتمال أن تحمل هذه البطاقة العدد 13، علما بأن ما سحبت كان العدد 11 أو 12 أو 13. معناها الأحمر احتمال تكون 11 أو 12 أو 13، الأخضر عبارة عن 11 أو 12 أو 13، الأزرق عبارة عن 11 أو 12 أو 13، والأصفر عبارة عن 11 أو 12 أو 13. فعندي الآن البي اللي عبارة عن ظهور، أو احتمال البي هو عبارة عن ظهور 13. ظهور 13 كم مرة راح يكون؟ خلينا نقول إن الاحتمال البي عبارة عن 13، واحتمال الاي اللي هو عبارة عن ظهور الأعداد 11 و12 و13. أول شيء خلونا نشوف احتمال البي. احتمال البي ظهور 13، هذه 1 هذه 2 هذه 3 هذه 4، 4 على المجمل عدد البطاقة عبارة عن 52. عندي الآن ظهور احتمال ظهور الاي اللي إذا ما سحبت كان العدد 11 أو 12 أو 13، مجموع البطاقات هنا هذه 3 وهذه 3 وهذه 3 وهذه 3 عبارة عن 12 على 52. هنا راح نبسط، راح تقبل قسمة كلها على 4، فتصبح عندي 3 على 13. الآن راح نبدأ نطبق القاعدة، لكن في البداية راح أقول احتمال A تقاطع B راح يساوي احتمال A تقاطع B. هي كم بطاقة تحتوي على 13 في مجمل البطاقات؟ يعني من تقاطعهم عبارة عن 4 على 52 راح تساوي 1 على 13. الآن راح نطبق B احتمال وقوع B بعد A، أو نقدر نقول وقوع الحادثة B بشرط وقوع A، راح تساوي التقاطع العبارة عن 1 على 13 تقسيم 3 على 13. راح نحول عملية القسمة إلى ضرب، 1 على 13 ضرب 13 على 3، 13 تروح مع 3 فراح يبقى لي ثلث. طيب، هناك طريقة أسهل في الحل اللي راح نتبعها في جميع حلول التمارين، يا أنك تستخدمين هذه الطريقة أو راح نستخدم الآن الطريقة الأسرع. عندي في الطريقة الأسرع، أول شيء أنا عندي البطاقات الحمراء عبارة عن 11 12 13، البطاقات الخضراء 11 12 13، البطاقات الزرقاء 11 12 13، البطاقات الصفراء عبارة عن 11 12 13. أول شيء جميعها تشترك، أو نقول ظهور، علما بأن ما سحب كان خلاص، ما احتمال، ركزي معي الآن في هذه الجزئية، ما احتمال أن تحمل هذه البطاقة العدد 13، فأنا راح أحدد على العدد 13 كم مرة؟ 4. على كم؟ على المجمل الموجود هنا اللي هو عبارة عن 12 على 12، راح تساوي بعد التبسيط 1 على 3 نفس الناتج اللي طلعناه قبل قليل. عندي الآن الجداول التوافقية. الجداول التوافقية هي جداول تكرارية ذات بعدين يتم فيها تسجيل البيانات ضمن خلايا، حيث أن كل خلية من خلايا الجدول تمثل تكرارا يسمى تكرارا نسبيا، إذ يكون منسوبا إلى مجموعة تكرارات في الجدول أو منسوبا إلى مجموعة تكرارات في الصف.
الذي تقع فيه الخلية، أو منسوبا إلى مجموع التكرارات في العمود الذي تقع فيه الخلية. ويمكن استعمال الجداول التوافقية في إيجاد الاحتمال المشروط. طيب خلونا نشوف الآن. ماشي، أوجد احتمال أن يكون شخص اختير عشوائيا معافى علما بأنه يمارس المشي. أول شيء بما أنه قال معافى يمارس المشي، أنا ما أحتاج إلى لا يمارس المشي. وش راح يكون عندي الآن؟ عدد المعافين عبارة عن 800 على العدد الكلي اللي يمارسون المشي، اللي هم عبارة عن 1600 زائد 800 راح تساوي بعد التبسيط راح تساوي ثلث. كذا حليتها بالطريقة المختصرة. نجي نشوف الآن تحقق 2. أوجد احتمال أن يكون شخص اختير عشوائيا معافى. إذا اختير عشوائيا معافى علما بأنه لا يمارس المشي، معناه إذا يمارس المشي أنا ما أحتاج الأشخاص الذين يمارسون المشي. فراح يكون الاحتمال عدد الأشخاص، الشخص المعافى عددهم 4 على جميع الأعداد الذين لا يمارسون المشي، اللي هم عبارة عن 1200 زائد 400 راح تساوي 400 على 1600. الأصفاد تروح مع بعض، راح يبقى لي 4 على 16 جميعها تقبل القسمة على 4، فيبقى لي في الأخير ربع. كذا أنا حليتها بالطريقة المختصرة. نأتي الآن إلى مثال 3. يوضح الجدول أدنى عدد الطلاب الجامعيين الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم إذا اختير طالب عشوائي. فأوجد احتمال أن يكون الطالب من ضمن فريق أو المنتخب الجامعة علما بأنه في السنة الثالثة. في السنة الثالثة أنا ما أحتاج السنة الثانية، ما أحتاج السنة الأولى، ما أحتاج السنة الرابعة. معناها الاحتمال الآن من ضمن فريق الجامعة 63 على المجموع كله اللي عبارة عن 36 زائد 276 راح تساوي بعد إجراء العمليات الحسابية 11.5% لما نجي نحولها إلى نسبة مئوية. الآن تحقق 3. أوجد احتمال أن يكون الطالب من ضمن المنتخب الجامعي. هذا من ضمن المنتخب الجامعي علما بأنه في السنة الأولى، أنا ما أحتاج هذه، لا السنة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. إذن الاحتمال ضمن المنتخب الجامعي معناه 7 على المجموع كله اللي عبارة عن 7 زائد 269 راح يساوي تقريباً 2.5%. إذن الناتج هو B، راح يكون الناتج B. بهذا السؤال نكون انتهينا من هذا الدرس، ودمتم في رعاية الله وحفظه.